بسم الله الرحمن الرحيم. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في تغريدة على حسابه في تويتر: حلت دبي في المركز الثالث عالميا في تقرير الأداء الاقتصادي العالمي الذي يصدر عن مجلة إيكونوميست، والذي رصد مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية طوال السنوات الثلاث الماضية والأفاق المستقبلية للنمو. رؤية الشيخ محمد بن راشد حققت الريادة لدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33 رفعت سقف الطموحات، ونشكر فرق العمل في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والشركاء في القطاع الخاص التي تعمل من أجل ترسيخ مكانة دبي العالمية في مختلف المؤشرات والقطاعات.